السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة جديدة لكل أبطال الثانوية العامة اللي بيسطروا في قصة حياتهم لحظات المجد والإنجاز. أنا عارف بقى أن أنت داخل على مادة الفيزياء ورسائل كتير من طلبة منكم وصلتني، فأنا خلاص حاسس أن أنا ضعت بسبب مادة الفيزياء. خلينا نشوف احنا ازاي ممكن نتعامل مع مادة الفيزياء واستعيد ذكرياتي مع المادة دي واحكي لك التجربة. دايما كده خد النصيحة من مجرب وجرب، وبإذن الله في يوم من الأيام هتوصل. تعال احكي لك بقى الحقيقة. لازم اول حاجة تعرف ان انت انسان مجد وانسان مجتهد، واعرف ان ربنا اللي كان دايما معاك مش هيضيعك في الوقت اللي انت تحتاج اليه فيه. يعني اذا مادة الفيزياء زيها زي اي مادة انت مريت عليها، انت عمرك ما كنت انسان مقصر او كنت انسان فاشل، فبلاش الاتهام القاسي اللي انت بتتهم بيه نفسك وبتتهم نفسك بالفشل او بالتقصير. انت عملت اللي عليك واديت اللي عليك وطول السنة مجتهد ومذاكر، فطلع من دماغك فكرة التقصير دي. دي اول حاجة. الحاجة التانية، الامتحان صعب ولا سهل؟ كفكرة من سنين طويلة ممكن يكون للمدرسين دور فيها بيرسموها للطلبة ان رعب الثانوية العامة هي مادة الفيزياء. اكيد انا كمدرس لما احسس الطلاب ان المادة صعبة، فالطالب هيبدأ يهتم بيها ويذاكرها اكتر فيجيب فيها درجة عالية. اي نعم، ممكن يكون الاسلوب التحفيز ده مردود ايجابي، وممكن يكون ليه مردود سلبي على بعض الطلاب، ان كسرة التهويل من المادة دي بيخليني ان انا بيت خايف ومش قادر ان انا اذاكر المادة دي وحاسس ان هي رعب الثانوية العامة. لكن الواقع بيقولك ان الفيزياء زيها زي اي مادة تاني، ده بالعكس ربما ممكن تكون اسهل من مواد تانية كتير بيكون فيها كميات حفظ كبيرة. تمام. الحاجة اللي بعد كده اللي ممكن الطلبة تكون خايفة منها هي المسائل. يعني ممكن انا خايف لذاكر الفيزياء من المسائل. خلينا اقولك حقيقة، 80% من امتحان الفيزياء بيكون معتمد على الجزء النظري، 20% بس بيكون من المسائل، والمسائل هتلاقي ان انت مجرد قانون بتحفظه وبتعوض في القانون ده، يبقى انت تطمن من ناحية المسائل. طيب الطلبة اللي بتقول لي انا ما ذكرتش المادة وحاس ان انا ضعت وخلاص والايام ضاعت، بص مفيش حاجة اسمها انت ضعت. في يوم من الايام كنت زيك وبدأت من الساعة 5 العصر في مذاكرة مادة الفيزياء، وكان قدام المادة 9 ايام ومعرفتش لمها غير في اليوم اللي قبل المادة بس. ايا كانت الاسباب او الخوف او القلق اللي ممكن يكون المدرسين كانوا بثوه فيا من المادة دي، او الرعب اللي كان موجود جوايا بخصوص المادة دي، لكن الحقيقة اللي انا عايز اقولها لك ان انا بدأت الساعة 5 العصر وقدرت ان انا انجز في المادة. اعرف الحقيقة قلت لك 80% من المادة نظري. طيب انا عارفك انت بتسألني وبتسأل نفسك طب انا هعمل ايه في اللحظة دي. خلينا متفقين، ربنا اللي رزقك الهداية والدين، ربنا اللي كان معاك دايما في كل المواد اللي فاتت، مش هيتخلى عنك في اللحظة دي ولا في المادة دي، فلازم يكون جواك الثقة واليقين، لازم تكمل وتواصل للنهاية. خلينا اقول لك حقيقة، والايام بيننا، وبكرة هتشوف وتسمع وتعالى كلمني. امتحان الفيزياء هيكون من اسهل الامتحانات اللي جت في ثانوية عامة، ولو كلامي ده كان خاطئ تعالى كلمني وواجهني وقول ان انت قلت لي حاجة ما حصلتش. لا، باذن الله هيكون امتحان سهل وهيعجبك، وبثقة ويقين في معية ربنا سبحانه وتعالى هيرضيك في الامتحان ده، وبيننا تحدي وبكرة هتشوف، يبقى انت تطمن من ناحية الامتحان. طب انا هعمل ايه؟ اقولك انا عملت ايه وانت ممكن تعمل زي. انا رحت جبت الامتحانات القديمة وحليت اخر 5 امتحانات. هتقولي طب انا مش مذاكر، كل اللي بعمله كنت بجيب الامتحان بحفظ الاسئلة اللي موجودة فيه، والمسائل اللي موجودة في الامتحان كنت بفهم الفكرة بتاعتها. يبقى دي انا عملت حليت 5 امتحانات، مش هياخدوا معاك ساعتين. تمام. الحاجة اللي بعد كده، تجيب الفصل اللي عليه اكبر درجة. الفصول اللي عليها اكبر درجات هتلاقي ان في ملخصات المراجعة النهائي، يعني ابسط حاجة ملخص الامتحان بيكون عامل مفكرة عليك وعلى المفكرة اللي لما الفصول دي تذاكر الفصل من التلخيص. واحد هيقول التلخيص يا عم وانا خايف منه، انجز انجز وذاكر من التلخيص هتطمن. فتجيب الفصول اللي عليها اكبر درجة، وتقريبا الفصل الثالث هو اللي عليه اكبر درجة، وتبدأ بيه. هتلاقي كل ما انت بتنشز حاجة، وانا بقول لك اهو ذاكر من التلخيص، ذاكر فصول من تلخيص لو ملخص مادة الامتحان، والله هتنجز في الفصول ديات. وخد بالك فكرة المسائل اللي هي عاملة لك رعب، المسائل 20% من الامتحان و80% الجزء النظري اللي انت مذاكره، بس خوفك وقلقك المستمر من المسائل مخليك متوتر ومش عارف ان انت تركز في الجزء النظري. يبقى انت لو ذكرت النظري 80% من الامتحان، بقى لك 20% من المسائل، المسائل هي حفظ القوانين.
بإذن الله بثقة في معية ربنا سبحانه وتعالى. لو حفظت القانون وطبقت عليه فكرة واحدة بإذن الله أي فكرة جيلك في الامتحان تعرف تحلها. أعرف إن السر هو ثقة ويقين وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وصل الرسالة دي لأصحابك، طمنهم، قول لهم ما يجوش ولا يتنزلوش ولا يغزلوش أهليهم ولا يغزلوا نفسهم، وربنا دايما معاهم، والامتحان بكرة تطلعوا منه كلكم مبسوطين ومرضيين. أتمنى الرسالة دي توصلها لأصحابك ونشوفكم على خير. وكان معاكم دكتور محمد عامر كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.